إلى الوطن الآن، حيث يفتقد العديد من طلاب المرحوم حمزة بن سراي الذي أغتيل وأصدقائه تبقى شاهدة على أخلاقه الحسنة. الزميلة هاجر زليلف زارت القاعة الرياضية التي كان يدرب بها الفقيد وعدت لنا بالتالي. الجمعة 19 فيفري، الساعة تشير إلى 10 صباحا. توجه الأطفال إلى النادي الرياضي ككل جمعة للتدرب، لكن هذه الجمعة تختلف عن باقيها. حمزة بن سراي المدرب والمربي غائب، حقيقة لم يتقبلها بعض جل طلابه. أحقا لن يعود؟ سؤال يعتسر قلوب هؤلاء الصغار. يحب الدراري هادو، هو يعني تقدر تقول هو مانيش عارف واش يحبهم بزاف دراري تاع الرياضه، وقايم بهم بالبيان، يروح ينوضهم من ديارهم، يعسهم برا في الطريق، يعسهم في القرايه تاعهم. امسحوا دموعكم يا صغار، مدربكم اغتيل غدرا، لكنه سيبقى حيا في قلوبكم لانه غرس بعضا من نفسه فيكم. كل صار لازم نفكروا غيره، ونفكر كي كنت مبوكسي بالرحمه وشنكو. شهادات صادقة لم تقتصر على طلابه فقط، فكل من يعرفه يشهد له بالأخلاق الحسنة والسيرة الطيبة. بسم الله، أنا ما نكذبش عليك، أنا راني كبير عليك، كي نتلاقى به هكذا برا كيشوفني نتكيف ولا كش عفسة ولا يقول لي راح طونطيني شحال من خطا نجي نبوكسي معاه، يبين بلي ما كانش إنسان خشين ولا رقيق. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، حمزة بن سراي توفي لكن عمله لم ينقطع، هو حي في قلوب طلابه. حي بما غرس فيه من علم وتربية، حي بدعائهم له بالرحمة وشكرا.